عندنا اتصال دولي من المكسيك من الكابتن الكبير سعد الحوطي، عضو الوفد الشعبي المتواجد هناك طبعا، وكابتن المنتخب في العصر الذهبي والرجل الخلوق والذهبي سعد الحوطي. ابو محمد، ما ادري اقول لك صبحك الله بالخير ولا مساك الله بالخير على قولة ابو فيصل. وكم التوقيت عندكم؟ مساك الله بالخير. من اول شيء انا بقول لكم اللي عندنا مساك الله بالخير، حياك الله. عندنا الساعه 5:30 الى 5، لكن عندكم انتم ثاني الليل يقول لكم صباحكم الله بالخير. حياك الله يا ابو محمد، حياك الله. على العموم على اخوي ماهر، شلونك؟ الله يسلمك. الحمد لله. يا اخ جهاد وفيصل واخ محمود بليطه، الله يحييك، وبدر العنبري وعلي بروي، اخوان في الاداره ولاعبين وما زلنا نعتز فيهم ونقدرهم في جميع مواقفهم الرياضيه وغيرها. واحنا كذلك. بو محمد، انقلنا الى الاجواء الان المحيطه ب يعني بالوفد المشارك، الوفد الشعبي، ان كان باعضاء الاتحاد، بالاتحادات اللي راح تكون موجوده في الكونغرس. انقلني الى صوره قريبه لو سمحت. والله نشوف صوره جدا جميله، لكن الاجمل والافضل ان التحرك اللي قاعد تتحرك فيه طبعا احنا. انا خليني اقول يعني سر لا ينفع للجنة، من الامانه تفاجئنا في بعض الامور. كنت محمود يدري في بعض المراحل اللي طافت ما يدري، لكن انا قاعد اقول ان الحين ما قاعدين، ما عندهم فكره عن اسباب الاغلب الاتحادات، عن ليش الكويت موقفه. احنا قابلنا اتحادات وقعدنا ويام وتكلمنا، ما كانت عندهم فكره، حتى يمكن كان بجنيه، يعني حتى انصدموا في بعضهم في الامر والواقع والظلم اللي لما شرحنا لهم وتكلمنا وقعدنا، يعني قعداتها ما تزيد على نص ساعه ساعه اقل كذلك، لكن يتفاجئون يعني انه لا يمكن انه يحدث في دوله مثل دوله الكويت ديمقراطيه فيها حاكم انساني مركز للانسان، تدعم الرياضه، تدعم الانسانيه، فيها دوله مؤسسات، انه ما يجوز انه يصير فيها كذي. احنا للامانه مرتاحين، لكن اللي طايحنا اكثر واكثر ان شاء الله هو يوم لما تبي التصويت، لكن هذا اللي تفاجئنا به، لان خلال الفتره اللي طافت انا اعتقد ما حد سعى ولا حد تكلم ولا حد حاول يبين فكره ايقاف دوله الكويت عن الرياضه وبالذات شباب كره القدم. اليوم انا اقول لكم احنا رحنا طبعا في كاب اجتماع للاتحاد الاسيوي، وكان متواجد حتى يمكن المجلس التنفيذي في وجود الرئيس طبعا للاتحاد الدولي وكذلك يعني للبقيه. انا يوم شفت رئيس الاتحاد الدولي ما قدرت انا اقضب نفسي، رحت له على طول سلمت عليه وقلت له انا فلان الفلاني كابتن المنتخب الكويتي في كاس العالم، احنا جايين هنا خصيصا كلاعبين مدعومين من شعبنا احنا، ها، على اساس ان هذا الايقاف ما يستمر. بنفس الوقت نتمنى لك انت كرئيس جديد ان الصفحه جديده لك، مستقبل بشر الاتحاد الدولي. بالعكس وقاف ورحب وسمع لنا ويا ابو فواز النائب عبد الله معيوف ومحمد كرم تكلمنا وياه، يعني هذه الامور احنا ما نخجل لما نتكلم عنها. احنا ما غلطنا ولا ضربنا ولا سرقنا، احنا جايين ندافع عن حق مكتسب كويتي انظلم فيه، انظلم فيه الشباب الرياضي، انظلمت في دوله الكويت. هذا الامر وصلنا حتى بالفتره هذه. احنا بعد لا ندري، كان رحنا الايام هناك خلصنا الموضوع، لكن ما نتمنى للامانه لقينا تجاوب جدا. ابو محمد، تجاوب رئيس الاتحاد، رئيس الفيفا، لما كلمته شنو كان؟ شوف، رئيس الفيفا دائما هو رئيس محايد ولا يمكن انه يعطيك رايه، لكن انت توصل رسالتك. صح، انت عليك توصل رسالتك عشان الناس تستمع. في الفتره السابقه ما حد كان مستمع، ما حد قاعد يقول، ما حد قاعد يتكلم، ما حد قاعد يشكي. مجرد احنا في الكويت اللي قاعدين احنا في برامجنا الرياضيه وصحفنا وبيننا بعض احنا قاعدين نتجادل ونتهاوش، وهذا مو صحيح. علينا نطلع لبرا، لان العالم الاخر اللي انت تتعامل وياه ما يدري عن موضوعك. جينا الحين احنا هنا للامانه بمجهود كثير من الشباب اللي معانا متطوعين قدرنا نوصل الرساله لكثير من الاتحادات، وهذا احنا هدفنا، هذا اللي جايين علشانه. تعال شوف
في امور اخرى ثانيه مخفيه عنا ما ندري عنها، لكن احنا اللي اقول لك اياه تفاجئنا في اغلب الناس ما تدري عن موضوع الكويت وثقافه الكويت، وهذا الشيء يعني باعتقادي انا تمام. يتحمله انا اقولها الاتحاد الكويتي. ابو محمد اذا حضرتك قاعد تقول في شغلات يعني قد تكون مفاجاه، استشرفتوا ان او حسيتوا في بوادر مفاجات؟ اكون صادق معك لو سمحت. ما تدري انت في هالاجواء هذه كلها، لكن الاغلبيه هذا بتصوري مريح لك، مريح لك. مريح. اجواء مريحه، لكن هم حتى ساعات يعني في انتخابات انت في مجلس امه كل العالم تقول لك حاضر، لكن تتفاجئ انت الامور تتغير. صحيح. طيب بشكل عام، بشكل عام البوادر مريحه طبعا. بالنسبه لكم ابو محمد صحيح؟ البوادر ان شاء الله والقراءات ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، لكن كقراءه للوضع تشوفون الوضع مريح وفي بشره ان شاء الله. والله انا متردد محمد، الاجواء مريحه لكن النتائج ما تدري، ما تضمنها ما تضمنها. ابو محمد اخوي الاستاذ المخضرم من رياض المخضرم جهاد الغربلي، ابو فيصل حاب يدش وياك. هلا ابو محمد، يتفضل. يا مرحبا. هلا ابو فيصل، هلا بيك. يا مرحبا، الله يسلمك. انا عندي بس تعليق وسؤال. اول شيء يعني طبعا احنا يعني تاريخكم طبعا يزكيكم، مو احنا اللي نزكيكم، اللي رايحين وكلكم يعني تشرفتم بحمل شارة الكابتنة لمنتخب الكويت، ولا شك ان هذا التحرك انا اشوف فيه دعم لموقف الكويت على اعتبارنا الاتحاد الدولي دائما يتكلم عن مجتمع كرة القدم، ما يتكلم عن بس اتحاد كرة القدم، مجتمع كرة القدم بلاعبينا بجمهوره بمحبينا ومناصرينا. حضوركم ان شاء الله يكون مؤثر، ان شاء الله يكون مؤثر. سؤالي ابو محمد، هل عرفتوا شلون راح يتم التعامل مع الموضوع؟ هل راح يتم التصويت مباشرة أو راح يسمح لأحد بالتعليق على أسباب الإيقاف؟ هذا باختصار كان رأيي في أنه يجب أن يكون هناك على الأقل في ستة متحدثين، أنت في كونغرس والكونغرس يجب أن يستمع إلى الآراء المعارضة والآراء المؤيدة حتى نعرف من الخطأ من الصواب. نعم. طبعا اللي فهمته أنه في الكونغرس لا، ما في طبعا مثل هذه الامور، هناك تصويت فقط في رفع او ان تثبيت الايقاف. عموما ابو محمد احنا ما نبي نطول عليك، نشكرك على هذه المداخله، نتمنى باذن الله الايام القادمه الساعات القادمه تحمل لنا بشره. في بوادر ما في بوادر، نبي رفع الايقاف.